حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من مدريد الأستاذ سعيد حسن، رئيس المنتدى المغربي الإسباني لمكافحة قضايا الإرهاب ورئيس مؤسسة الثقافة العربية. أستاذ سعيد، يعني خلال السنة الأخيرة شهدنا عدد كبير من الهجمات الإرهابية مختلفة الوسائل التي طبقت بها، لكنها اجتمعت في كونها جميعا إرهابية ومرتبطة بداعش. هنا نتحدث عن جزئين، عن خلايا المرتبطة بأوامر خارجية وأيضا بالذئاب المنفردة. في الحالتين، ما مدى الخطر الذي يمثله الإرهاب في أوروبا؟ قضية الخطر هو خطر موجود مع وجود جاليات عربية ومسلمة كثيرة في عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، وألمانيا، وكذلك إيطاليا. هذه الجاليات، وجود جاليات عربية وإسلامية كبيرة، يشكل بالنسبة للجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش فرصة سانحة لاصطياد العناصر وتجنيدها لارتكاب جرائم وارتكاب عمليات إرهابية داخل دول الاتحاد الأوروبي. الآن أصبحت الوسائل متاحة، وهي الشاحنات للقيام بعمليات ذات أو عمليات طعن، وهذه وسائل متاحة لدى الجميع ولا تحتاج إلى لوجستيك، إلى تمويل كبير أو إلى تنظيم لوجستي كبير. نعم. طيب أستاذ حسن، إذا الإرهاب قتل خلال السنة الماضية 350 بريء تحديدا، أو خلال العامين الماضيين إذا صح التعبير، وكما ذكرت حتى ربما الوسائل أصبحت وسائل بسيطة، يعني بشاحنة أو مسكين كبيرة ينفذ عملية طعن. هنا في أوروبا تحديدا، ما المسؤول عن سد الثغرات الأمنية التي سمحت لهؤلاء بأن يتمادوا أكثر بتنفيذ كل هذه الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين بالتحديد؟ هو صراحة وبكل موضوعية، أجهزة الأمن لا في الدول الأوروبية ولا كذا في الدول العربية، دول مصدر هؤلاء المهاجرين، عملت مجهودات كبيرة وقامت بتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، من الخلايا النائمة وكذلك من الخلايا النشطة. فخلال الأشهر القليلة الماضية أو خلال ما مضى من سنة 2017، قامت السلطات الإسبانية باعتقال أزيد من 180 مشتبه به في الانتماء إلى خلايا إرهابية، وذلك بمساعدة دول عربية مثل المغرب. فالتعاون الأمني مثلا بين المغرب وإسبانيا وصل إلى حد تنظيم عمليات مشتركة فوق التراب الإسباني وكذا فوق التراب المغربي، ولكن في نظرنا العمليات الأمنية غير كافية لوحدها، حيث يتوجب ليس فقط على الحكومات ولكن كذلك علينا كجاليات عربية ومسلمة بذل المزيد من الجهود لتحصين الشباب المسلم الذي يعيش في الدول العربية. طيب أستاذ سعيد، يعني لفت إلى نقطة مهمة، هي أنه رغم كل الجهود الأمنية، رغم كل حتى ربما التعاون ما بين الدول، إلا أنه هؤلاء الشباب الذين لديهم ارتباط معين بالتنظيمات المتشددة، بتنظيم داعش على سبيل المثال، يطبقون ذلك. هنا نتحدث عن الفكرة، حتى لو تتم محاربة بكل الوسائل، إلا أن الفكر الموجود لدى الشباب لا يتغير. هنا نتحدث عن كيف يمكن محاربة الفكر في الدول الأوروبية. المسؤولية الملقاة على علماء الدين العرب خاصة، لأنه نلاحظ بأنه أغلبيتهم جالية عربية منفذين هذه الهجمات، أو من أصول حتى لو كانوا متجنسين من الدولة تكون لديهم أصول عربية، فكيف يمكن محاربة الفكر لديهم هناك؟ هذا الفكر المتطرف منتشر في الشبكة العنكبوتية، فلم يعد بالضروري أن تكون هناك خلية أو تنظيم أو اجتماعات سرية، يكفي أن يدخل الشاب تائه يبحث عن هويته الثقافية إلى الإنترنت ويجد عدد كم هائل من الرسائل المتطرفة من المواقع المتطرفة. بالفعل الأجهزة الاستخباراتية قامت بمجهود كبير مثلا لتطويق هذا الفكر المتطرف في المساجد ومراقبة الأئمة المتشددين والجمعيات المتشددة، ولكن للأسف الشديد الوصول إلى الفكر المتطرف أصبح متاحا على الإنترنت، على شبكات التواصل الاجتماعي. هنا يأتي دور المجتمع المدني، الجمعيات الدينية، الجمعيات الثقافية لتحصين الشباب المسلم ضد هذه الأفكار المتطرفة.
شكرا لك سيد سعيد الدحسان، رئيس المنتدى المغربي الإسباني لمكافحة قضايا الإرهاب ورئيس مؤسسة الثقافة العربية، كنت معنا عبر الهاتف من مدريد، شكرا جزيلا لك.